برنامج معا للصيف أجمل، برنامج سنوي تطلقه هيئة البيئة والمحميات الطبيعية. هذه السنة كانت تحت عنوان الإرشاد البيئي، تم في استهداف 20 مشارك من أفراد المجتمع. كانت آلية الاشتراك عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي، آلية جدا بسيطة، فقط إرفاق معلومات المشترك. تم مشاركة 20 مشترك من فئات عمرية تراوح بين 10 و15 سنة. تم توزيع المشاركين على 4 مراكز تابعة لهيئة البيئة والمحميات الطبيعية: منتزه حيوانات شبه الجزيرة العربية، الحديقة الإسلامية، مزرعة الأطفال، بالإضافة إلى متحف التاريخ الطبيعي والنباتي. تم في آلية تعليم المشاركين إرشاد البيئي، تم تطبيق الآلية على أرض الواقع. الهدف من ذلك استغلال أوقات الفراغ. شكراً لأولياء الأمور على مساعدتهم ودعمهم للأبناء للمشاركة في مثل هذه البرامج الصيفية المقامة من قبل هيئة البيئة والمحميات الطبيعية.